اوسع. لا معلش ما عجبتنا الموديلات. عجبتنا كثير الموديلات. شوفوا انتم محلكم اتجاهه على الغرب، نحن بشوي شفنا محل اتجاهه على الشرق. نحن بصراحة عم ندور على محل اتجاهه غير يعني هيك او هيك. بتعرفي لازم نتأكد من نوع الجلد واتجاهه. هي صبابيط وكرادر وحي الله، واحد ما بيعرف رجليه وين تاخده. شكرا، شرفي مدام. ايليه ايليه شو بك؟ ليش نحن معترين؟ كل ما اشتغلنا شغلة بتزبط. مالك مبسوطة ما هيك؟ بتعرف أنا اشتهيت كل شيء في تياب بهالمحلات، بالله طيروا لي عقلي. بعرف. قد كيف الناس بتجيب مصاري وبتشتري كل شيء بتشتهي؟ بتعرف كيف؟ لو بعرف كنت جبت. أنا مثلي مثلك. يعني مو زعلان لأني اشتهيت؟ كلا. عيني ربك عيني. نظيرة أنت كل شيء بتشتهي وما بقدر عليه ما بزعل أبدا، خذي راحتك اشتهي قد ما بدك. نظيرة قومي على البيت. قد بكير. مو بكير امشي. شو بك شو صار؟ نظيرة! نظيرة! شو بك كيفك كيفك؟ لك منيحة كيفك أنا؟ أنا منيح. شو جارك على الشام؟ سكنت هون الشام. ليش ما خليتينا نعرف؟ وليش لحتى تعرف؟ مين هذا؟ أنا جوزة. كمان شو فزتي؟ ليش لحتى ما تتجوز؟ قد بعد لي شوي خليني اطمن عليها. اطمني على مين؟ لك جهاد، لك هذا جهاد يا شفيق جهاد. جهاد مين؟ لك جهاد ابن عمو لبيه. انت من زمان بالشام؟ لا ما انا زمان بالشام، غيره. ليش مو زعلان؟ ما انا زعلان، بس هو ما عرفك. اي ليه؟ انا مشهور كثير، كيف ما عرفتني؟ مشو، مشو نحكي بغير مطرح، يلا تفضلوا. وين صفي سيارتك؟ ما معنا سيارة. اي ليه؟ ما معك سيارة. مشو مشو لاخذكم معي، يلا نشرب قهوة. ما بنشرب قهوة. لا بنشرب قهوة. ما بنشرب قهوة. بنشرب قهوة. على حساب مين؟ على حسابي، تفضلوا. أكيد ابن عمك؟ ابن عمي؟ ابن عمو لبيي؟ يلا كلنا رح نوصل سوا يا حبيبي، معلش يلا حبيبي يلا. بطلع معك لانك لي خرجت مشاي ولي خرجت طلع حلوه. ما شاء الله عنك، يعني انت اللي خرجت مشاي وخرجت طلع حلوه ما هيك؟ قلت شو عملت لك انا؟ كل شيء عملتي وما معي خبر؟ قلت شو صاير لك؟ شو حكيت انا؟ قل لي شو حكيت؟ بعدين الزلمه ما غلط معنا، كل شيء عمله انه عزمنا على فنجان قهوه، خربت الدنيا شيء. لا ما خربت، بس اخذت عقلك المظاهر. هلا جوزك ما عاد يعبي عينك. قرد القرد على الحكي، شحاري هالعيب. لك انا تجوزتك وبعرفك منتوف، ما حيلتك شيء. انا ماني منتوف، انا عم دور على فرصه عمري وانت بتعرفي هالشيء. ممتاز، وهي فرصه عمرك وجت لحد عندك. خلي بقى هو شو قال لك؟ جهاد؟ ايه. قال لي تعال عندي على الشغل. قال ايه وابدك تروح؟ طبعا لا. ليه؟ شف وقتي ان بتغار علي. يعني إذا ما غرت عليكي على مين بدك يعني غار؟ معناتها لازم تروح. لا لا ما بروح. بدك تروح. ما بروح. بدك تروح. نظيرة أنا مالي لقلوق، قلت ما بروح يعني ما بروح. أنا شفيق. أي خدمة؟ وينه؟ مين؟ جهاد. سيد جهاد؟ لا جهاد مانا موجود. مانا موجود؟ مانا موجود شو عليه؟ انتظروا هون لحتى يجي. وين قعدت؟ السيد جهاد ما رح يجي اليوم. رح يجي. قلت لك ما رح يجي. ممكن أعرف مين حضرتك؟ شفيق. إيه فهمت شفيق. شو بدك؟ بدي جهاد. تقدر تقلي شو بدك منه؟ يمكن اقدر ساعدك. انا ما بدي شيء منه، هو بده يعني عندكم قهوة؟ نعم؟ القهوة حلوة. ما بحبها مرة؟ ما بنعمل قهوة.
اعطيني رقم تليفونك وانا بحدد لك موعد وبتصل فيك. ما في مشكله، معي النهار كله وفوقه اجرته. ليك بدك تعلميني سميره؟ قد بعرفك انا بعرفك. يا عليك شو بتملي لي؟ هلا المهم فاهمين دبرتي لي قلبي، تشربتي عليه طلبتي من الطلبات ولا لا؟ يا لك فك عيني هيك 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 حتى صارت حمراء وفرجيتوا علي حمراء. ايه مو انت قلتي لي فرجي العين الحمراء؟ اخ اما شو في الثياب بهالدكاكين يا سميره؟ بتقلوا للعقل طير، بس شو حارش قد بدها مصاري؟ في قفلوا مني ما نحل عنه حتى اشتريه، واللي بقتله بوط براسي بيطيروا للعقل. بوط براسك؟ لك ايه، وطلعوا كتير كتير حلوين ولابقين على بعضين. ولك يا جدبي اطلبي اكتر من فستان وكندرة لحتى تحصلي على فستان وعلى كندرة، ولك هيك لازم تتعودي. يعني تكتيكيا لازم تطلبي عدة شغلات مشان استراتيجيا تحصلي على هي الشغلة الوحدة، اما اذا بالاساس طلبتي شغلة واحدة فبلاقي مليون علة وسبب لحتى يتهرب منها. على كل الاحوال انا نصحتك انت تصطفلي، رايح احط العدس على نار هادي. سي جهاد رح تطلع روحي منه، ما عاد اقدر اتحمل اكثر من هيك، لزق بخلقتي وما عاد اتحرك. لك مين قال لك اني ما بديها؟ خليه يفوت يلا. شكله غلط واسئلته غريبه ما بعرف كيف. يا مهند شو علاقتك بالموضوع؟ خليه يفوت بسرعه. امرك بس شو؟ قلت له انه مانك موجود. لك الله لا يعطيك العافيه، لك كم مره قلت لك ما تخليه تربطي معك ها؟ فوتي بسرعه، لك بسرعه. شرف سيد شفيق، السيد جهاد بانتظارك. نعم جهاد هون بانتظارك. بس سمير شو بدك؟ صبيه حلوه مثلك، مكتب وورق وألبسة ومكياج وعم تتبسم وتكذب. هلا انتهى الموضوع، قلت لك جوا. لا ما انتهى. هو قال لك تقولي مو هون؟ لا طلعت مني. طلعت منك؟ ايه كل القصة وما فيها انه كنت حابة اقعد معك شوي. ولسه عم تكذبي كمان؟ فوتي لعنده قولي له هو يجي لهون. أهلا شفيق، أهلا حبيبي، أهلا، شو حالك؟ أعتذر. من شو؟ أعتذر. آسف يا حبيبي. مش حال. شرف حبيبي. لحظة خليها تعتذر. اعتذري له يا مها. أنا آسفة، تفضل. مش الحال حبيبي القلب، شرف. أهلا شفيق، أهلا حبيبي. أهلا. سبوك شيء؟ ما بتعملوا قهوة؟ بعوض لك اياها فورا حبيب القلب. مها ابعتي لنا 2 قهوة، شو قهوتك حبيبي؟ حلوة. ابعتي لي واحد حلوة وواحد حلوة. حلوة. بس خليها هي تجيبهم. لك يا حبيبي هي سكرتيرة، في وحدة مخصوصة للخدمة. روق شفيق. ما قلت لي كيف النظيرة؟ كانت نظيرة قبل ما اتجوزها، هلا اسمها المدام نظيرة. مع انه منظرك ما بيوحي باللقم وبراءة الاطفال في عينيك، لشو ما تحكي معي باللقم يا شفيق؟ اول شيء سكرتيرتك سمت لي بدني، ثاني شيء ولا اقول لك خلينا بالشغل احسن. لك يا حبيبي شو بدك بالشغل؟ شغلك جاهز. واجرة اليوم محسوبة. حق النطرة اللي نطرتوني اياها. مو بس اليوم حبيبي، من امبارح يا شفيق، من امبارح راح احسب لك اياها. عجبك هيك؟ هالمسايرة هي ليش ما عم بفهم؟ كرمال نظيرة يا رجل. مدام نظيرة. عن جد ليش أنا مسيرة؟ شوف شفيق، أنا لازم أحكي معك بكل صراحة. أنا واقع بمشكلة كبيرة، مشكلة كتير كبيرة شريف يا حبيبي. عن يابي كل ما شكلت حدا معي وثقت فيه وسلمت أموالي وممتلكاتي ما يسرقني شريف. وهلق انا عم دور على واحد بتهمه مصلحتي. شوف شفيق، انا بعد الخبره الطويله والتجربه بالشغل اكتشفت اذا ما كان واحد معي من لحمي ودمي
أب أمي. مشان هيك اخترت نظيرة، لأنه قرايبتي والدم بيصير مي، وهنت جوزة لنظيرة، يعني بتهمك مصلحتي، صحيح الحكي؟ فلذلك يا حبيبي رح سلمك الأمور المالية كلها، وأنا رح ضل بالأمور الهندسية والإدارية، وشوي شوي رح تترقى يا حبيبي وتستلم كل شيء. عرفت ليش اخترتك أنت ونظيرة؟ أهلا وسهلا فيك يا شفيق، أهلا حبيبي. مندل 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 عيني مندل هي هي ومندل والله مندلت ومن أول مرة حبيت ويلي مصعب نار الحب ويكوي ويحرق عالسكيت مندل مندل. نظيرة أنا ما عم تركب براسي. ها لك منو هذا الشيء؟ شو بده مني؟ اسمعي وجاوبي، شو كان في بيني وبينه قبل الزواج؟ بينك وبينه؟ بينك وبينه أنت. ليش ما قلت لك؟ لا ما قلت لي. شو؟ وقت قال لي المهر شيك مفتوح يا نظيرة بس اقبلي. أما الدهر لا تقولي كم مسوارة وكم طق، قولي كم كيلو. أما الجهاز بدي أجهز حياتي وعليك. طول بالك عندي إياك، أنتو عنزتك تسوى كل كيلوات الدهر. حق الله ما مزح معك. لا ما عم تمزحي. وحياة الله ما مزح معك. هذا مزحات. وحياة محبتي إلك ما مزح معك. شو قلتي؟ عادية؟ وحياة محبتك إلي. عيدي يا كمان. أبد تكت أين أنت؟ نظيرة أنا رجال. شو يعني رجال؟ يعني أبتعرف تقول بحبك؟ مو لا أتأكد بالأول من شغلة الذهب والمهر وجهاز الزفت وخلافه؟ يا عيني ربك محلاك وأنت عامل قبضاي وما تقاتل من شاني. بالله فوتك علي وأنت حامل نص كيلو جانر لي؟ تسوى قرعة جحر؟ أنا كنت جيب لك جانر هيك ولا تفاح؟ شحاري أنا هلا كانوا تفاح؟ ليش كنت شوفين جانر ليك؟ عسيرة الجانر ليك، شو صار بالتياب اللي كنت بدك تجيب لي اياهن من السوق؟ أنو تياب؟ الأفارولات والبناطرين والبوط الأجنباوي. من وين يا نظيرة؟ تعينا بشيني؟ أبعرف، بدي تياب من الشفتين بالسوق، كيف أبعرف؟ مو الحق عليكي، الحق علي أنا اللي أخذتك على السوق. إلك مشان ضل مغامضة وما أشوف شو ما يصير، بدي تياب يعني بدي تياب. نظيرة؟ أنت ليش عم تغير الحديث؟ أنا ما كنت عم بسألك عن جهاد؟ شفيق، أنت ليش ما تغير الحديث؟ أنا ما كنت بسألك عن التياب؟ يا نظيرة يا شفيق. اسمعي نظيرة. اسمع شفيق. شوفي نظيرة. شوف شفيق. لك يا مسكينة. الله وكيلك أنا وياكي عطينا أكثر من حجمة. حبيبتي لا مسكينة ولا شيء، أنت اللي قلبك طيب. يا مانو لا تظلمي، بس إذا شافت فستان ما بتعرف تحصله من جوزها أو أي شغلة بتشتيها، بقى شو بتتوقعي تكون؟ دخلي؟ أنت شو بتقدر تحصلي من جوزك لا تغلطي مانو بزعل منك ها؟ أنا وجوزي متفقين مو مثل هون. أنا أصلاً بعرف قديش بيطالع جوزي، وبعرف قديش معه مصاري، أصلاً كل مصرياته مخبيهم معي. أنا فنجانك هات. هاي فنجانك. شوفي شو قلبي، شوفي اذا نشف. ما في شيء، ما في شيء. ليش هيك عم تطلعي فيي؟ شو شايفة؟ الري شو صار امبارح؟ أنا؟ إيه أنتِ؟ ليكو الفنجان واضح وصريح، قولي لي شو صار. أخذ شوية مصاري من جيبة جوزي وخبيتهم، شوفي عادي ما هيك؟ شفيق أنا بحب كتير لبساتين بالسوق ولا لك نادر، بس
أماني برقبتك لا تزعل مني، مو حلو هيك وأنت مكشر وزعلان. بعدين مشان جهاد أبافش ما يخطر ببالك، جهاد كله على بعضه كل كذا سنة لشوفه مرة وبالصدفة. بعدين إذا بدك أبقى أحكي معه بالمرة، قرت فيه هو وبناياته ومصرياته كلياتها. بس أنت رضا بالله عندي إياك بالدنيا كلها، كنت بحبك شبهك. بعرف وأنا كمان بحبك، بس سيرة الفساتين والكنادر ما بتجيبيها على لسانك أبدا. بتاتان شيش مارك، خلاص استوى استوى يا أمي ناكله. قم بتاتان. اسكبي القهوة. بتقمر شي تاني؟ اعطيني الفنجان وروحي. ايوه صباح الخيرات. ممكن تبطل تصفر مشان اسمع؟ مين بده يعني؟ لا السيد جهاد ما انه موجود. انا هون اذا في شيء. حاضر بس يوصل بخبره. مع السلامه. شو في على التليفون؟ ما في شيء. إذا في أي شيء على التليفون أنا قاعد هون عم بشرب قهوة، خبريني مباشرة. أنت قد ايه صار لك تشتغلي عنا؟ عندكم؟ أهلين أستاذ سالم. أهلا يا سالم. أهلا وسهلا، شرف. شو وين سي جهاد؟ جهاد مو هون، بدك شيء قلي أنا. إلك؟ غيري أنا؟ ولو أهلا وسهلا، قل لي شو بدك؟ بيت، محل، بناية بحالة، قل لي تفضل. مينو الأخ؟ أنا بنوب عن جهاد، فيك تعتبرني محله. تفضل قل لي شو بتريد؟ عن جد؟ طيب ممكن أول شيء تقول لي حضرتك شو بتشتغل؟ أنت شو بدك؟ إذا بدك شيء احكي، ما بدك شيء الله معك. بدي إدبارة المشروع الثاني. أعطيه إدبارة المشروع الثاني. بس هي ما بتعرف. ولا أنا بعرف. غيره؟ لا بصير هيك؟ هلا كنت عامل حالك محل استاذ جهاد، تضرب وتراح وما بعرف شو. صباح الخير، كيفك سالم؟ اهلا استاذ جهاد، تحسن تعتبر الامور لصالحنا 100% ان شاء الله. ما قلت لك انا، كيفك شفي؟ شفي كثير كويس، بس مضيع ضبيره. بسيطة، الحقنا تشوف. اشرب قهوتك، ليه ما عم تشرب؟ مين هاد؟ هاد المهندس تبع الشركة. ما قلت لك أنا متفائل. وأنا متفائل مثليك يا أستاذ جهاد، بس أنا برأيي هالمرة لازم تحسبها شوي. يا حبيبي يا سالم ما كنت تعود علي، أنا لو دخلت تبصير بكسح سحت التنجيم كلها. يا سيدي من هالناحية أنا ببصم لك بالعشرة. اتفضل ادفعوا لنا نتفاهم نشوف. وهي بتاعتي ها؟ هلا تفاول تفاول عندكم بالهندسة، ايش قد بيساوي؟ بيساوي بناية. بناية. ورح سلمك إياها على المفتاح يا حبيبي. وحييك أنا. لا يا سيد شفيق، لا 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 ما معك حق أبداً أبداً. أنت بهالطريقة خليتني أحس حالي قدك. أنا؟ إيه طبعاً أنت. هلا معقول أنت ما تخبرني إنك أنت من أصحاب الشركة؟ شو؟ على كل يا أستاذ أنا تشرفت معرفتك، وتعتبرني من هاللحظة أنا بخدمتك وبخدمة الشركة دائما. وهلأ عن إذنك، عن إذنك سلامات. أستاذ أنا مشان الله لا تأخذني، ما كنت عرفانة إنه حضرتك يعني من أصحاب الشركة.
انت قديش صار لك تشتغلي عندي هون؟ صار لي سنتين، وهي اول مره بتشرف معرفه حضرتك. كنت مسافر يعني شيء من هالشيء. طيب عذرتني يعني شيء من هالشيء. شفيق حبيبي ما تاخذني، ها كنت بعطي تعليمات للمهندس يعني. مها شفيق فيك تعتبري اهم واحد بيشتغل بالشركه، يعني اهم مني. عجبك شفيق؟ وين القبوع تبع الشركه تبعنا؟ اعطيه حتى طاقيته شوف. شعرنا حبيبي بالانجليزي حطيته شو؟ بالدينكو عيني محلاك يا حبيبي القلب. يلا حبيبي يلا بدي فرجيك على المشروع الكبير تبعنا. لكن مها انا يمكن اتاخر. وانت شو عرفك بعائلتنا؟ انا ما بتذكر اني حكيت عن واحد من قدامك. حبيبتي اللي بشوفك بيتوقع شو بقيه العائله. لا تتوقعي حبيبتي، نحن كل واحد من عائلتنا بعشره من عائلتكم. تسمعي بفلان فوق الريح؟ جهاد ابن عمه لبيه هو فلان فوق الريح. بس المصاري ما غيرت في شيء. ليش؟ لانه من عائلتنا. وين كان مخبى هو والريح تبع حبيبتي؟ اشغال كثير، شرق وغرب قد ما تقولي. ومع هالشي لما شافنا ترشانا. بس بتعرفي نحن شقد نفسنا عزيزي علينا؟ اي حبيبتي هي ما فيها شك بنوب. يسلم تمك. وقل له لشفيق لك يا حبيبي انا مصرياتي وبناياتي وثروتي كلها رح حطها قدام مداس نظيره بنت عائلتنا. نظيرة عليتي لي قلبي حاجة تفوشي بقى. قلت أنا بفوش. طيب يا إيمان بكرة الأيام جاي بتثبت لك كلامي. الله أكبر، هلا كل البنايات هي إلك أنت بانيها؟ طبعا أنا بانيها حبيبي. لك أمي شوف شفي، يعني هذا المشروع مثل ما أنك شايف يعني ماشي ببطء. بدك تلاقي لي طريقة تحركه، كيف أبعرفها؟ أنا معتمد عليك. خلاص اعتمد ولا يهمك، أنا بحط لها دواليب للبنايات إذا بدك. لك عيني هنت عيني، شرفت الله حبيبي. وشو بنايات؟ شو بنايات ما يعمروها؟ بتطير العقل، بتقله للعقل طير تطير معك. وقديش عم يعطي اجره؟ عليه كثير، افيني قلك. اذا تارك له سياره تخدمه وحيطلب مني اعمل له قهوه خصوصي وعامل له تفويت. بتعرفي شو يعني تفويت؟ ايه انا اللي بعرف. هذا هو عامل له اياه. بقى اذا بدك شيء شقه انا بخلي شفيق يقسط لك ويرخص لك اياها. عن جد عم تحكي؟ جحارة شو مكذوب عليك؟ أنا لو محلك بطلب منه شقة من هالبنايات اللي عم يعملها. ليش ما قلت لك إنه بده يعطينا شقة؟ لا ما قلتي لي. اسمعي لكان وفهمية لهديك رفيقتك مين نحنا ومين عائلتنا وأي ريح حاملتنا. هلا أنت ضمناني يكون هالكلام مزبوط. يا حبيبتي شو رأيك نروح نتفرج، وإذا عجبتنا الشقة هنيك منبيع ذهباتنا ومندفعون عربون، ولما بدنا يجوا يسلمونا الشقة منبيع بيوتنا ومنكمل حقهم، وهيك منضل جيران هون وهنيك. لك يا حبيبتي المصيبة انه هي ما لها راس من الاساس. لا تظلميها هالمرة، حرام حرام عليكي، هالمرة عن جد حابة تخدمنا. بعدين هي بنائي ما بتتخبى. ماشي منشوف. قال الحق الكذاب لورا الباب. يعني سيد شفيق استلم كل الشغل هون؟ لا تسأليني شي لاني مو فهمان الشي. طيب مين بدي اسأل؟ وانت شو بهمك اذا كان جهاد ولا شفيق؟ بعدين ما عم تقبضي؟ شفيق ضايقك شي؟ لا. إيه خلص معناتها انت دليلي بالقهوة والطلبات التانية وأمرك وبالخدمة وتكرم عينك ويعليك شو دمك خفيف. إيه دخيل دمك أنا ناقص أرقص له كمان. إيه إذا بيحب الرقص ليش لا؟ إذا بدكم تروحوا منروح ما عندي مانع. طيب فوتي البسينكا هلا. إيه دق الحديد وهو حامي. ويا ويلك يا سواد ليلك يا نظيرة إذا كنتي عم تلعبي لك شي لعبة. شو حاري هالحكي؟ بتروحي ولا حدك جهنم؟ بدي أعرف شو جاييني منك أنت وياها. لا لا ولا يهمك، خلص طمن بالك. شوف حبيبي شفيق، هي شوية مصاري خليهم معك، بجوز تحتاجهم بالمكتب مصاريف. لازم تبين إنسان قوي مو ضعيف، يعني صاحب شغل مو شغيل. بتعرف؟ أنا نفسي أفهم، بس خلص راح أضل ماشي معك مثل ما بدك. للآخر لحتى أعرف شو آخرتك. يا حبيبي يا شفيق مشكلتك مثل مشكلتي. أنا كنت ما أوثق بحدا وأنت بتظنني كثير بتشك يعني. بس أنا الله بعت لي إياك أنت ونظيرة قريبيني، وسبق وحكيت لك عن الرابط الأسروي والدم ما بيصير مي، فلازم تكون مبسوط وراح تشوف شي سرك يا حبيبي. شوف
رغم كل شيء انا حضل رايق ومبسوط، وشغلك هذا رح انفض لك اياه نفض اذا كنت مزبوط. بس كمان بوعدك خليك كلك مي اذا لعبت بالدم. بايخه يا شفيق يا حبيبي بايخه، في واحد لعب بالدم انقطعت المي والكهرباء عنه. هاي حلوه. بس بدي افهم انا، انت ليش سكرتي الباب بوشنا؟ لك عم تحكي معي بهالطريقه ولا هي جزعتي؟ انا ما فكر فيكم وبدي اخدمكم. لك هي ما قصدها هيك، ما قصدها هيك، هي عم تحكي هيك مشان تهتمي فينا اكثر. اي في هيك شيء وفي شيء ثاني، انا ما بوثق فيكي وما بوثق لحتى اشوف بعيوني، فهمتي ولا لا؟ هلق هلق بدنا نروح على الشركه تفرجيكي حشمك وتفرجيكي انه احنا عيب عن باقي مصاري. بس انا اللي حظي قصر شوي. ايه بس قصر كثير بعد شوي. ايه لك لك تعي لك ولي. اسمح لنا نشرب الليمون معك؟ خير، في شيء؟ لا بس كنا حابين نشرب معك الليمون، وبنفس الوقت نعتذر عن مبارح وبتتعرف علينا أكثر. مشان الاعتذار وصل، ومشان المعرفة تجي لوحدة بعدين. معناتها ما بدك يعني نشرب الليمون هون؟ ولو معقول يا أستاذ شفيق، السيد جهاد كان هو بذاته أحياناً يعزمنا لنقعد عنده. هذاك السيد جهاد وانا السيد شفيق، وهي اللهجه تبعها هو وانت انا ما بحبها. لا تحاولوا معي مره تانية. لا لا تفهم غلط لسامية، بس هي احيانا بتحكي بدون فهم. بعدين اذا بتنزعج خلص ما عاد نعيدها. حط الليمون للاستاذ. حاضر. تعالوا اشربوا الليمون. تفضلوا تفضلوا يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا فيكم. أهلا تفضلوا، اعتبروا الشركة شركتكم، لا تستحوا أمانة. أهلا وسهلا. أنت متأكدة إنه هون مزبوط؟ خدموا قدامكم وسألنا. شايفين كل شيء قدام عيونكم؟ كل شيء كل شيء هذا قدام عيونكم، كله كله هذا لابن عمو لبية. لك هي مو ضحكة جوزي؟ بصراحة كنا خايفين منك ومو عارفين قديش قلبك طيب. لا هو على قلبي طيب، قلبي طيب كثير. بس انتبهوا، ها انا الغلطة معي بكفرة. يلا ما راح اقطع عليكم الضحك، ارجعوا من اول وجديد. يلا واحد اثنين ثلاثة. ها شقة لسميرة وشقة لإيمان، يكونوا جنب الشقة تبعي وبنص التمان. حاضر. يعني معلش لا تزعل مني شفيق، من حقنا نعرف إن كنت أنا ولا إيمان. تكتيكياً يعني قديش المساحة، واستراتيجياً كيفية الدفع. المصاري لا تاكلوا همها وأنا موجودة، أنا بتفق فيها معكم. إيه طيب بس يعني تكتيكياً قديش المساحة؟ تأمر شي سيد شفيق؟ لا أبي أمر شي السيد شفيق. بتحبوا تشربوا شيء بعد الليمون؟ لا لا ميرسي، انا ما بدي شيء. ولا انا. جيبي ثلاثه قهوه ساده. حاضر. ايه شو قلت سيد شفيق؟ انا قلت ومشي الحال. قولوا مبروك، اعطينا الورق تبع الشقه لنوقع عليها. مين بده يوقع؟ انت مو مع التفويض؟ طيب خلينا نشوف البنايه قبل ما نوقع. ما هو خدنا خدنا على البناية، خلي حبايبي وجيراني يتفرجوا. هالمخلوقة موسوسة أفية. نظيرة معلش بعدين، يعني خلونا نشوف جهاد. هلق الجماعة تعذبوا واجوا من بيوتين واخدوا تاكسي، أبي يصير يرجعوا على الفاضي، عيب. نظيرة هلق الوقت مو مناسب، مو مناسب. سميرة خانوم، إيمان خانوم، لو سمحتوا بس يوم يومين. وافق. مشوا. لكي نظيرة، يعني ابن عمه لأبوكي ابن عمه لستي، مين ما كان يكون أنا ما بيهمني، أنا مين ما كان بيتمنى ظفري بالشغل. بلشوا مثل ما سمعتي. لا واخدتي لي جيراننا كمان على الشغل وقعدت تتمنظر وتعني معلمة قدامهم، وشو جهاد ابن عمي وأنا بقبض. ايه ابن عمه لبي وأنا بقبض، واسألوا لجهاد ابن عمه لبي إذا أبي قلك خلي نظيرة هي اللي تقبض. لك هذا رزقنا رزق العيلة، أبي صير نفرط فيه. شوفي دخيلك انت والعيله اللي وش السحاره فيها نظيره وجهات.
إذا مو عاجبينك كل هالقد، قدم استقالتك وأنا بقبلها فوراً. شوفي نظيرة، عالشغل لا تقربي. أنا المسؤول، وأنا اللي بتصرف، وأنا الوكيل. لا تخلي المصاري تخربت حياتنا، ولا حركات بلعها. لا أبد خربت حياتنا. أصلاً لو أبعرف إنه قلبك طيب ما كنت بحكي معك هيكي. بس خايفة طيبة قلبك تروح الأرباح كلها وتصير تبيع برخص مثل ما عملت مع سميرة وإيمان. يه. أنا اللي بدي بيع سميرة وإيمان بنص السعر؟ إذا أنا قلت أنت بتصدق شحاري أنا، ولا ما شفني كيف صرت أغمزك؟ التجارة هيك، واحد بشد وواحد بيرخي. يا شاطر. أيوة، هلا كنت عم تغمزيني مشان الشغلة ولا عم تغازليني جكر بالموجودين؟ ولا هلق بالشغل بدي أغمزك مشان الولا؟ لا تؤاخذينا. قوم. شو؟ أبعرف. بالأول ولا؟ ولا. شرف شرف، اتكل على الله ولا تخاف. إذا لك حق راح تاخده بدون نقاش، هذا وعد مني. إذا وعدك سيد شفيق اطمن. أنا وقعت لك على فاتورتين كبار، كل واحدة ب 200 ألف ليرة سوري، حديد وإسمنت وغيره، ونحن جاهزين لأي توقيع، ولا يهمك، كل معاملاتك ميسرة بإذن الله، الله معك. هلا بدي أفهم جهاد ليش ما عم بيوقع الفواتير؟ أنا ما بتدخل بهيك شغلات. وانتي؟ ولا أنا. بتشرب قهوة؟ أنتي في شي مرة سألتيني عن شي غير القهوة؟ طيب بتشرب ليمون؟ بكون ممنون. عالم البناء عالم فظيع. أستاذ شفيق ما في شي فظيع بوجودك، كل شي إن شاء الله حلو. أنت هيك شايفة؟ المكتوب مبين من عنوان وصوته وتطليعاته. أستاذ شفيق، تحب تشرب الليمون هون ولا بالمكتب؟ لا لا بشربه هون. اسلموه. إن شاء الله هلا يا رب. أستاذ شفيق، ماما عزمتك على الغداء، إمتى بتحب تروح؟ أستاذ شفيق، عزيمتي قبل ما هيك؟ والله بعد شوي جاي مدام. نسألها عزيمة مين بتفضل بيناتكم؟ مرحبا سيد شفيق. مرحبا سامية. أهلا. كيفك مها؟ الحمد لله. إن شاء الله سيد جهاد موجود؟ لا ما أنا موجود. مع إني استعجلت كثير مشان لحن. طيب كيف بدنا نحلها هي؟ طيب ما قال لك إمتى بيرجع؟ بده يتأخر، ليش في شيء؟ طبعا في شيء. بدي يمضي لي على الأوراق مشان أقدمه للبلدية اليوم. لأنه حاكم إذا تأخرنا بيترتب مبلغ كبير على الشركة. هات الورق. شرف. هاي توقيعي. لحق شغلك. شكرا لك يا سيد شفيق. بهالتوقيع هذا وفرت مبلغ طويل عريض على الشركة. شكرا لك، سلامات. ألو. أيوة. شو؟ لحظة لحظة من فضلك. أستاذ شفيق بعتوا بناية شي؟ بناية بحالة؟ لا لا ما بظن. ليش؟ لأنه في ست تملكت بناية ومع نسوان تنتين عم تقاتل الشغيلة. ست؟ ما لي علاقة، كل الشغيلة بيشتغلوا بالشقق اللي قلت لك عنن وبس. يا ست ما بصير هيك، في مهندس مسؤول عن الشغل، بعدين البناية بتنشغل كلها سوا، مو كل شي لحال. أيه. انا بحكي معه من الشرق وهو برد علي من الغرب، رح اطق قلبي. توعوها احسن لك والشغل مثل ما بدها، هي صاحبه البنايه وبكره بتقلعك. ها انا ما بشتغل الا ليجي المهندس او السيد جهاد. ها لا ما في مجال، عم يتبلع لحاله وانا هيك مقوف. شو رح تعملي؟ انا بدي اعلمك كيف الشغل. شو عم تعملي هون؟ جاي شق على الشغل وبيع شقق.
حرك لشوف. ما بيتحرك. قلت ما حارتنا. لسه ما حارتنا. العمى في عيونه العمى. خلاص 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 لا تاخذنا يا اخي لا تاخذنا. تعي فهميني. قتلتي حدا غيره؟ ليك. الثلاث شقق اللي قلت لك عني ما لك علاقة فيه. وفوق هيك نص البناية التحتاني أنا بدي بيعه على كيفي لأن بدي نصيره جيراني الأقرب. نص الفوقاني الصفل فيه. بسيطة. ها. هي إجا جهاد. أفسد عليكي؟ لا تعملي لي قصة قدامه هلا، امشي. لك يا أهلا يا أهلا، نورت المجرو. أهلا كيف كني حيني؟ أهلا وسهلا. أهلا أهلا بقرايبي. أهلا أهلا بنت العم. أهلا جيراني بعدين شقق. ما قال لك شفي؟ لا والله ما قال لي. جهاد ابن عمه لبيه وهو صاحب الشركة كلياتها هي قدام عيونته. أهلين تشرفنا أستاذ جهاد. ونحن بالأكدر. قلت لشو حملي هالعصاي؟ بالله ما عم يفهموا علي هالعمال. اي ليه؟ لشو ما تفهموا علي ولا؟ ها؟ بكره بيصيروا بيفهموا. قلوا هلا روح شغل شوف بسرعة بسرعة سيو. يا بنت العم ما قلت لي عجبتك الشقق؟ بالله نقينا احلى ثلاث شقق بفلجوه للعقل فلج. وحدي الي ووحدي الى ووحدي الى. قلت انا يعني لشو وفوضته لشفيق انا ها؟ البنايه كلها حسابك وحسابه. بالله هي قدامي شو ما قبضتوني مرحب كله، وإذا ما قبضتوني بالله ما بيغلى عليك وعلى شيء. تعرفي المهم الواحد يحس حاله إنه بين أهله وعيلته. الدم أبي يصير مي بيطلع، أبي يصير مي بيصير شفيق. لا والله ما بيصير. يا ريت عندي ابن عم لأبي مثلك. قلت بسيطة اعتبريني هيك يا. وأنا أنت أنت بنت عمة خاله لبيي وكلكم مفوضي. اي بس على فكرة أنا محجوزة ها؟ اي لا راح تفوزي. شو يا ابن عمو يا بيي؟ شايفين مين مشت بالطريق ما تفوضوا؟ ما قلتي لي جيراني؟ وإذا كل شيء لحاله. اي لا أفيك تمرقية قحصية. أبقى حصى. شرف شايف؟ 700 متر 19 غرفة فيك تتجوز أربع نسوان قد ما بدك تجيب ولاد جيب. ما حدا بيشتري وبيبيع إلا بشاري حبيب قلبي. صاروا بيعين ست شقق أربعة رعبون الباقي تقصير. يا سلام ممتاز شو بدك أحسن من هيك؟ الله يعطيهم ألف عافية. ما قلت لك خليك متفائل. إيه طبعا طبعا التفاؤل موجود. خصم مخصوص 10.5%، وإذا بتحرجني لأنك صاحبي وجاري رح أعملك ياهم 11. الحقيقة أنا جاي جس نبض وجرب لأنه ما كان حد يصدقني، بس بكرة رح يجي أنا وكم جار وكم صديق. خلص بس هلأ بدها تدفع رعبون. جارنا؟ أنا زعلانة منك كتير ها. لا ليش زعلانة؟ وأنا كمان عندي شقق للبيع. شو أنتوا قاسمين؟ إيه النص التحتاني أنا مسؤولي عن بيعه. هون أنا اشتريت بالأول. معناته بنصي تعال عندي. لك اشترى الزلمه وخلاص. لا ما اشترى وخلاص. نظيره شفيق. نظيره لك شفيق. خلاص خلاص ما عاد بدي اشتري. خلاص خلاص ما عاد بدي اشتري. خلصونا بقى. وهي هي الشقه. كيف لقيتها؟ بالله ما انا كيسي. كيسي شرف شرف. هاي عندك هون صالون. هذا الحيط فيك تهده وتمد الصالون قد ما بدك. شايف ما وسعوا هي مدخل هون وراك. واسع وضاوي وشريح وأكابري. شلون؟ والله يا شي حلو. والله آسفين كتير بنعتذر نحن منكم. الشقة انباعت للأخ هونيك ومشي الحال. ليش مين عم يبيع؟ أنت ولا هو؟ أنا. تعال أقلك تعال معي. ولا يهمك أنا رح دور لك هلق على شقة تانية أكيس من هاي بكتير. بس أنت هلق نزول انتظرني بالمكتب لحال اليمين تحت. بخلص مع الأخ وبرجع لك. شو هاد؟ شو نزل وطلع ومكتب ما مكتب؟ هذا زبوني وأنا بقرر البيع. إيه يا أخي عجبتك الشقة؟ صراحة عجبتني. شرف معي لحتى نعمل العقد. شرف ما احترت
هاي الشقة انبعت للأخ هوني وهلق هلق بده يعطيني الرعبون. هات الرعبون. لحظة لحظة، إذا مشان العربون أنا بدفع. لك عربون شو؟ إن شاء الله ترى هاي الشقة. إيه هاي الشقة اللي بده يدفع رعبون يناولني هلق مشان ننتقل لشقة تانية. أنا اللي بستلم. لك لحظة لحظة أنت وياها، هاي الشقة أنا بعتها لبنت خالتي، وليك والعربون؟ حبيبتي هلق شو رأيك تعطيني الرعبون؟ أنا بلاقي لك شقة جديدة؟ لا نظورة، أنا بدي هاي الشقة لأنه قريبة على شقتي، بعدين بنت خالتي هلق جاي، والرعبون رح أعطيه لجهاده. شو جهاد وما جهاد؟ أنت كمان بدك تبيعي على كيفك؟ وليش ما بيع على كيفي؟ أبو الجوج هو اللي بيعي مو هيك؟ مزبوط، وأنا عندي زبون، وبكره بدي أدفع العربون وجهاد اللي بيعي. أنتوا بس بتجيبوا زباين، وأنا بس اللي ببيع. هات المصاري. يا شو معناتها الحكي؟ معناتها مو كل شغلة تتحاشمنا أخيركم فيها أنت وياها. يييي، بكثير حطك معلم علينا، بكثير خمر، نحن كمان جيران وبحقنا نتصرف. لفاني يا شفتكم بهيك حكي بهيك قصص؟ أنا المتكفي بالبيع والشراء هون، رح تاخذوا أحلى شقة وبأحلى سعر. حولي. ويلي على الفقير وعيشته. هلأ منشان بناي عملتوا هكا، كيف لما سلمكم المشروع الكبير ها؟ كيف؟ بتعرفوا انه في شركات طلبتكم مني لانه شغلة واقف وما بتقدر تبيع، يعني طلبوكم بالاسم يا شفيق النظيرة كل الشركة. لك مونتي كارلو حكيت عنك، لندن حكيت عنك، إذا عدت لندن قصدي، بس بالستلايت أعم شوف شي عن طريقتك. أبصر في تشويش عليك انها الأمم المتحدة ما تدرس طريقتكم تدريس وعملوا زي اجتماع مشان طريقتكم بتطوير عملية الإسكان، وبيجوز تاخذوا عليها شوية فلوس. يعني بقى بدي اياكم تتصالحوا لأنه البناية التالية راح بعطيكم نسبة 50%. 50% يا شفيق، وراح آخذكم اليوم على أحلى مطعم في البلد. يلا يلا اتبدل بالطواقي تشوف. يلا بدلي بدلي بالطواقي شفيق. إيه مكيسك يا شفيق. قليل 10%، كان لازم يعطينا اكثر. هي اعطانا شقه مجانا ببلاش، بعدين وعدنا ب 50% اضافي. لكن لشو اسمه ابن عم ولا بي اذا بده يعطينا شقه؟ بالله كنت خليت العيله كلها تتبرى منه وبتقول نظيره قالت. يعني بس لانه ابن عم ولا بيك؟ اذا قصدك شيء ثاني، انا كل الشباب اللي شافوني كانوا فطسانين فيني، طق عقلي فيني طق. أنا بنات خالتي حاموا علي وحدة ورا وحدة حوم، وإني سبعة وكل وحدة أحلى من الثانية. حتى عمتي ماتت على ما تجوزني وحدة من بناتها ما رضيت، وشوفي حظي.
المختار ذات نفسه قال لي بتنازلك عن المخترة بس خد بنتي. ما رضيت. ايه انا السيارات اللي كانت توقف قدام باب بيتنا وبقلب الخطابي كان إلى اول ما لاخر. يعني هذا فيكم تعتبروه احتفال مو بس بنجاحكي ومن شان الصلحة بينك وبينه. إذا على الصلحة نحن تصالحنا ومشي الحال، المهم الشغل. بس ليش مكتر طلبات يا ابن عم ولا بيي؟ أيوة شو الحكي؟ ولك هلا من كتر ماني مبسوط فيكي، لك ما بعرف شو بدي أحكي، لك أنتوا الله بعث لي إياكي، أنتوا القيه، لك أنتوا هدية عظيمة. لسه ما شفت شيء. لك ولا أنتوا ما شفتوا شيء، لك هذا أول الغيث، هذا يعتبر قطرة في عالم الغيث. هلا الكرم اللي بكرمكم إياه حاتم طي أبي يقدر عليه، لكن انتوا اثبتوا للعالم كله انه أبي يصير مي. شو هو؟ الدم يا حبيبي كم مره بدي اقولها، الدم أبي يصير مي. قولي طيب. طيب مع السلامة. خير؟ سلامتك يعني بس أنا مضطر أروح مشوار. قلت ليش انخطف لونك يا ابن عم ولا بي؟ أنا مخطوف لوني. لا لا ما في شيء. ممكن تغير من سيارتك شفيق. سيارتك؟ مو سيارتي تفضل. أنا كنت بسجلها باسمك وما زلت يعني. بس ها كلوا ظلوا مبسوطين ها كلوا كلوا. وتذكروا الدم أبي يصير مي. بروح معك. لا لا أفي داعي أفي داعي. قلت شو صار له؟ بالله شغل بالي. طوشني هو عم يقول لي الدم أبي يصير مي، الدم أبي يصير مي. أنا من الأول ماني مرتاح له، من أول ما شفته عم يلعب رياضة. طول بالك طول بالك، وحط جرياتك ورياضك بمي مسقعة. بعدين جهاد ابن عمه لبيي وأبصير ما ترتاح له. شو بدنا فيه؟ كلي كلي طاولة كلها على حسابنا. يلا الحساب. لك إلهي مولا يقطع عمرك يا جهاد يا ابن عمه لبيي. أنا مو قاهرني غير حساب الطاولة. قال الدم أبي يصير مي. لك عملوا شوربة مو مي. لك الحوض. يا فتاح يا عليم يا